السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن صفقات إيريك هالاند إلى نادي مانشستر سيتي الذي حسمت رسميا بعد تأكيدات من الصحافة الإنجليزية والصحافة الألمانية، حيث سوف أقرأ الخبر. كشف تقرير صحافي إنجليزي يوم الاثنين عن موعد انتقال النرويجي إيريك هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى نادي مانشستر سيتي. اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على وشك الانتقال إلى المتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن دفعوا الشرط الجزائري في عقده مع بوروسيا دورتموند. وأكدت صحيفة دينيسن الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنهى التعاقد مع النرويجي إيريك هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو 2024، لكنه يتضمن بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو خلال الصيف المقبل. ووفقا للصحيفة البريطانية فإن نادي مانشستر سيتي سيعلن عن صفقة هالاند هذا الأسبوع بعدما يبلغ دورتموند بنيته بتفعيل الشرط الجزائري في عقد النجم النرويجي. وأشارت الصحافة البريطانية إلى أن السيتي لديه اتفاق بالفعل مع هالاند على الشروط الشخصية لعقده منذ الشهر الماضي، وأوضحت أن هالاند سيحصل على 500,000 جنيه استرليني أسبوعيا مع نادي مانشستر سيتي، وسيوقع العقد مدته 5 سنوات. طبعا هذه التأكيد من الصحافة الإنجليزية لصفقة هالاند إلى مانشستر سيتي. أظنها أن هذه الصفقة سوف تتم وسوف تكون من أفضل الصفقات لهذا الميركاتو الصيفي القادم. طبعا وسوف يكون لدى نادي مانشستر سيتي هجوم مرعب، هجوم كبير بقيادة النرويجي إيريك هالاند واللاعب رياض محرز وفودين وكيفين دوبرون. سوف تكون مانشستر سيتي مرشحة إلى دوري أفضل أوروبا والمنافسة عليه بكل قوة، وإن لم يتفلسف طبعا بيب غوارديولا في المباراة الفاصلة. طبعا هذا هو كل شيء لدينا، بالتوفيق لنادي مانشستر سيتي وخصوصا للاعب العربي رياض محرز في ناديه. وهذا هو كل شيء لدينا، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لكم جديد، وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.